السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله طيبين. معك نينجا فورس مع لعبة أوتلاست. هذه من ألعاب 2017، تقريبا منتصف 2017 أو بداية 2017، حاجة زي كذا. هي لعبة من ألعاب 2017، لعبة رعب. راح أسوي لها تجربة وتقييم في الأخير. يهمني فيها كمية الرعب، هل كمية الرعب فعلا تؤهلها أن تكون لعبة رعب بمعنى الكلمة؟ وهل هي لعبة رعب من ألعاب السنة اللي حققت النجاح بالنسبة لألعاب الرعب، أو إنها اشتهرت يعني بمجرد إنها لعبة رعب لا أكثر ولا أقل، لم توضع تحت المجهر بالشكل الصحيح؟ لأن أغلب الجيمر لعبوا اللعبة دي، كثيرين شفتهم اللعبة دي ومشاهير، لكن هل فعلا اللعبة لعبة رعب بمعنى الكلمة؟ لازم يكون لعبة رعب يكون فيها كمية الرعب بشكل كبير، يعني فعلا انت تخاف ينخلع قلبك فعلا عشان تكون فعلا رعب، لانك اذا انت تلعب العاب الرعب معناته تحب العاب الرعب. ما ابغى اطول، لكن راح اقيمها في الاخير من 10. يلا نبدا على طول الجيم بلاي. بسم الله على بركه الله، انا معكم من جيفورس. راح ابدا بنيو جيم. طيب كونتينيو كمان، انا نسيت اني قاعد العب باليد. كونتينيو بليز بليك. انا خائفه، وين انت؟ إنه قادم، إنه هنا، ابتعد عني. كان يحلم. كنت تردد اسم جيسيكا وانت نايم. هل تعرف جيسيكا؟ From when we were kids. Oh yeah. انا كنت احلم بجيسيكا من ايام الطفوله. الآن بيسجلون مقطع. ما الذي حدث؟ اصطدم في مطب هوائي الظهر. قالت إنه مجرم هنا. قال لا، ما نبغى نقول زي كذا. في شيء رمى الطائرة. هذه بداية القصة. Outlast. خارج الأرض هي الظاهر اسمها، اسم اللعبة. هذه البداية. حلو. ايش الباب ذا انفك؟
طيب حلو، ما في شيء هنا. كأنه مرشوشة بوي توها. شوف شوف البوي كيف هنا. صراحة جرافيكس اللعبة بعض الأحيان تقول مرة بطل، بس هي أعتقد أنها لعبة رعب، يعني راح تكون أغلب اللعبة في الظلام. شوف حتى الإصلاحات في الجدار، يعني يكفي لعبة رعب أن يكون الجرافيكس جيد. بالنسبة لألعاب الرعب أنا أشوف أن جرافيكس اللعبة إذا كان جيد يكفي. أنا رايح للمكان المظلم ذا والله يستر. والله إيش ذا؟ قفل الباب في وجهي. والله 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 إيش الدم ذا؟ لسنا لحالنا هنا. يتحلم لأنه مغمى عليه أصلا. أوه طاح عليه الباب حق الهليكوبتر. طيب ذا الحين راح أرفع الباب ذا عنه. أرفع 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 خلاص قدر يطلع من تحت الباب. الكاميرا أهم شيء. هذه الكاميرا أهم شيء. طيب راح أنزل هناك تحت الموقع التحطم ذاك. طيب nothing matters but Lind. طيب ذا الحين بيبحث عن ليند اللي كانت معاه اللي هي كان يصور فيها. طيب خلنا ننزل تحت. اوي كمان انزل. هو الحالة طاح على جبل. اوي حلو حلو. هذاك موقع تحطم الطائرة، الهليكوبتر مي الطائرة. حلوين. كمان اقفز هنا. هذه هي الطائرة. يبغاني اصور دحين الحدث هذا. طيب حلو، زي اللي يوثق الادلة بالكاميرا. اوه اللعنة. ليست هنا. اوه كذا اشغل الاشعة. اوه الكاميرا مهمة عشان فيها اشعة. طيب يلا. يعني اعتقد ان بالكاميرا ذي راح يكون. طيب ايش في؟ الله 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 الله. هذا الطيار. هذا لم يحدث بسبب التحطم. في واحد علقه. طيب خلنا اشغل ذا. عشان اقدر امشي لان المكان مظلم. شوف ماني قاعد اشوف اي حاجه. لازم امشي بال ايش كذا. اطالع خلفي. حلو حلو حلو. البطاريه حقت الكاميرا قربت تنتهي. طيب يقول مدينه. في مدينه في مدينة. المفروض اني اصور ولا ايش؟ طيب راح اغير البطارية حقت الكاميرا ونواصل كمان. خليه يصور بداية المدينة. دائما العاب الرعب يكون فيها ضباب عشان يدخلونك في الجو. يعني لا يعني انا صراحة اغلب العاب الرعب اشوفها زي كذا، مو كلها، اغلب العاب الرعب الحديثة. طيب يا ساتر المدينة ذي ما تبشر بخير. ايش ذا ايش ذا؟ في شيء هنا مفك. انا شغل ال البرميل يلعب. خوفني. طيب خليني اروح. في احد يهرج. من هذا يقول؟ والله الغراب. الغراب عندهم ذا. الغراب عندهم حاجة مشؤومة. طيب خليني اطالع شوية شوية.
هذا الباب قاعد ينفك. شوف خليني اطالع شوف ايش ذا. يا ساتر ايش ذا، معاه زي السكين في يده. رجع، هذول اشباح ولا ايش ولا ناس؟ هذا ايش هنا؟ ايش القرف ذا؟ هذه بقرة، بقرة مذبوحة، بقرة معذبة مو مذبوحة، مجزرة. ماشي اقدر ادخل هنا؟ ما يمديني ادخل هنا. طيب وين نروح ذا الحين؟ يا ساتر يا ساتر ايش ذا؟ خليني اشوف يمكن احصل بطارية. الله ما اعتقد اني بحصل بطارية هنا. ايش ذا؟ والله ما في الا قوة صلخ فيهم. اوه ادخل هنا عشان اتخبى، توني انتبه. اطلع 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 اطلع. حلو 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 حلو. ممكن ادخل هنا، هذا باب، خليني افك الباب. ما في احد رد علي. شوف الرسالة هذه، دير فاضر، كلام فاضي كلام فاضي كلام فاضي. طيب خليني بس اشوف. اوه كذا اقدر اقرب الكاميرا. كلام فاضي، ما احنا مهتمين فيه. هذا الشاش هنا عشان اذا اصيب الظاهر. حلو حلوين حلوين حلوين. خلينا نشغل الكاميرا بما ان فيها حجارة او بطارية. بدأ يصور. اوه هذه ايش هنا؟ هذه صور، صور ناس. منين ادخل انا؟ ممكن مع الطاقة ذي. حلو. اوه خوفني الله لا يوفقه. دخلنا جوت البيت هذا. الى الان يعني ما واجهني ذاك الرعب، الرعب مره الرعب العنيف. اوبن. طيب منين اجي انا الحين؟ منين اروح؟ طيب ادخل مع الفتحه ذي. حلو الظل، خلينا اشغل لاني ماني قاعد اشوف شيء. ظلام، راح اعتمد على اشعه عاديه الليليه. مكان كله صلبان، هذه قبور. انا قاعد اسمع صوت هذا الشجر. هيكل عظمي. سانتا ناس انت ميكيل داي او دي ون. شوف الغراب، الغراب زي ما قلت انه عبارة عن تشاؤم عندهم، معناته بيحصل شر. احنا المسلمين عندنا كلام فاضي، الغراب زي اي طائر ما يدل على شيء. يعني شفت غراب عادي زي اي طائر، مو معناته في شر. طيب هذا هنا ايش؟ ايش ذا؟ هذا دم يكسور. الله شو الذبان ذا؟ بالدم كيف؟ اوه هذا مكان المذبح. ايش القرف هذا؟ شوف الدم هنا. هنا يذبحون ضحاياهم. منظر الذبان مقزز. شوف كيف يسحبون ضحاياهم هنا. ما اشوف شيء. هنا في شيء. اوه هذول اللي يذبحونهم. لا وبعد الصليب حاطين على الضوء. هذول مجانين من جد اللي في القرية ذي.
طيب الحين وين اروح؟ ادخل من هنا. حلو. لا انا رجعت نفس مكاني. طيب من هنا اروح؟ ادخل من هنا. حلو راح اشغل لاني ماني قاعد اشوف شيء. اطلع فوق. واو هذا يتحرك من حاله. يخرب بيتك. انا البطارية انتهت عندي. شوف كيف شوف كمية الرعب كيف. انتهت البطارية. خليني ادخل من هنا من تحت. انزل يا. حلو. حلو حلو. انا ما احتاج البطارية هنا اعتقد. في ضوء. في ضوء في ضوء في ضوء. حلو. ايش ذا؟ في صوت. في صوت. في صوت. هذا شيء يلمع هنا. وش هو؟ هذه بطارية. طيب خلينا نمشي نشوف. الصوت كل مرة يقرب. والله الضباب ذا ما يبشر بخير. ما ادري بس انا خايف من المكان ذا. ووو وش الطول ذا؟ اهرب 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 يا جدع. اهرب يا جدع اهرب يا جدع اهرب يا جدع. اهرب يا جدع. وين راحت؟ خليني اهرب. حلو عدت اعتقد. اعتقد انها عدت. حلو حلو حلو. انزل من تحت. انزل 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 انزل. يخرب بيت بيتك. انزل. قدرت اعدي قدرت اعدي الحمد لله. انتهت. حلو عديت من الهبلة ذيك الطويلة. طيب ايش اسوي بهذا الحين؟ انا فوق لان السلم مكسور. طيب حلو يلا خلينا نطلع. حلوين. في ورقة هنا. شابتر 8. كلام فاضي ما نحتاجه. خليني اغير البطارية. اواصل. في قرية الرعب. في نور هناك في الاخير. يا ساتر. تكسر خوينا. لبس نظارته. هذه هي الهبلة. هذه هي. هذه هي الهبلة. God wants me dead. Okay. هل أنا ميت؟ هذه هي الهبلة اللي كانت طاردني. أنا ماني قاعد أشوف شيء. خلني أشغل الأشعة الليلية. حلو. هناك في بطارية. يا سلام. Thank you very much. يلا نطلع من هنا. وأشغل لأني ماني قاعد أشوف شيء. إيش في هنا؟ إيش في هنا؟ ما في شيء. من هنا. حلو. حلو. ادخل مع الطاقة دي نفس الطريقة. طيب يلا. شغل الصوت حق البطارية. خليني افك الباب. الباب مفكوك. طيب يقول لي move backward to open door slowly.
افتح الباب بشويش، يقول لي بشويش. يخرب بيته فك الباب قوه. ما ادري انا خايف. واو جا جا، شوف شوف هذاك، شوف هذاك هناك. واو جا 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 جا، الله في يده، في يده ساطور، في يده ساطور. الله يستر. بعدي اذا حدا ما عدى زي كذا. بعدي. حلو حلو حلو. اهرب اهرب اهرب. واو واو واو، مسكني 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 مسكني. واو مسكني 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 مسكني. وين اروح طيب؟ واو واو، وين اروح؟ وين اروح انا؟ شوف واحد هنا هنا. روح روح يا اهبل، روح. هذا الطريق هذا الطريق هذا الطريق هذا الطريق هذا الطريق. واو شوف ايش طلع بوجهي، طلع قلبي. الله لا يوفقك. كان في واحد جالس معه على الكرسي يلحقوني كلهم. ايش حاصل معاهم ذولي؟ ايش بهم ذولي؟ طيب هذه ورقه هنا، مين لف يا ابوي؟ ما نقدر نقرا ورقه هنا الحين. يجي يطب علينا ذا الوحش، الوحش ما ادري الانسان ذا، ما ادري الشبح. بسم الله. ايش ذا؟ هذه كنيسه صراحة. يا ما جاء ذاك الرعب القوي مرة القوي، صح فجعات بعض الأحيان لكن مو ذاك الرعب مرة. طب أنا من وين أروح؟ خليني أصور هذا المكان، نصور المكان ذا. صورنا خلاص، ممكن أجي من هنا. حلو أدخل من هنا. اوه هذا المايك حقهم، هذا الشيخ حقهم، هذا الواعظ حقهم. طيب الحين ادخل من وين؟ هذا مقفل هنا عشان كذا ما قدرت ادخل من هناك. ادخل من هنا، فك الباب ذا. ممكن الباب هذا، هذا ما ينفك. اوه ليكون هذا صوت البنت هذيك خويته. طيب في باب هنا زي البيبان القديمة. خلاص الله، هذا شوف شوف كيف الصورة دي كلها ذبح. انا المحلات الارضية انا اخاف منها صراحة، انا اخاف من الكلب يجيني اسد. طيب اعب البطارية، عندي حجر خلاص، ما احتاج البطارية، ما احتاج البطارية. ايش هذا؟ الله يكفينا، خوفني. اوه هذول اللي مساجينهم مرضى زي المرضى. شوف الدم كيف في الارض. ايش المكان ذا اللي كله دم؟ هذه ما احتاجها، كلام فاضي كل ذي. ما اعرف، مو ما اعرف اقرا انجليزي، اقرا بس مو مره بالحيل. افهم انجليزي اكثر مما اقرا. طيب وين اروح الحين؟ اوه في مكان دم هنا، خلينا ننزل من تحت. ننزل من تحت من تحت. حلو. اوه يبغالي مفتاح. طيب مفتاح وين احصله؟ وين احصل المفتاح؟ هنا يمكن؟ ما في شيء.
هذا يلمع، هذا هو حلو. هذا مفتاح، شكله بيجي، شكله بيجي، شكله بيجي. بسرعة بسرعة يا أهبل. والله لا يوفق. لعبة الفجعات هذه، مي لعبة أوتلاست. طيب راح أفك الباب هذا الحين وندخل. لا فك الباب. حلو، هذا ايش؟ هذا شاش. حلو حلو حلو. طيب راح افك هذا. يقول شت ليش؟ هذه بطارية. طيب من وين اروح الحين؟ اطلع من هنا يمكن. هذا الباب ما ينفك. خليني اشوف 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 فوق. الله يستر ما في شيء. حلو، ها ايش هنا؟ اوه اتخبى هنا. لا اطلع 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 اطلع. هذه ورقة هنا، اخذها كذا اي كلام. في اصوات هنا ما تبشر. طيب يبغاني افك القفل هذا. فك القفل، فك يا هو. حلو فكينا الباب. خلينا نمشي شوي شوي لان بيطلع شيء دحين. اتوقع بيطلع شيء. ما في شيء. هذول جوا، هذول الضحايا حقينهم. نفك الباب هذا، ما ينفك. ايش قصة هاللعبة دي؟ ايش هذا؟ لين لين، هذا لين. خلنا نطلع، خلنا نطلع حاول انقذها. وين هي وين هي؟ هذه هي اصيبت. يقول هيا اجري اجري. يلا اجري. طيب اهبل يلا اجري. بعيد من هنا، اي مكان الا هنا. يلا بسرعه 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 بسرعه. هي تجري قاعده بسرعه بسرعه. يطب علينا احد. اوه مصابه، هي مصابه، فيها مشكله. تقول مصابه. طيب احتاج اتوقف، احتاج اوقف قصدي توقف. حلو، ما الذي يحدث هنا؟ انا هنا. ما الذي يحصل؟ في واحد جاي، في واحد جاي. يلا قومي يا غبية، تقول لنا مقادمون. يلا قومي 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 بسرعة 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 بسرعة. معقولة كذا خلاص انقذلين دحين؟ بسرعة. تقول انا لا ادري. هذا نفس المكان. بليز بليك، انا اريد ان اخرج من هنا. ما الذي يحدث هنا؟ لا استطيع، ليس الان. هي عيونها تخوفني اصلا عشان الاشعه هذه الخضراء، الاشعه الليليه. ايش ذا؟ تراجعوا. يقول والله إذا لمستني لا أخسرك عيونك. والله ابتعد عني. ابتعد عني.
لين نو جو جو ذول جل هبل ايش هذا الله طلعت عيونه ايش ذا خنقتها قاعد تلحس فيها الله لا يبارك فيها شوف هذا كيف الشجرة ذا يا هذه من جد مجنونة ايش قاعد تقول سهراك قريبا تقول له لين وين لين هذيك هي لين لين هذه هي هذه هي لين Jesus God ايش بينهم انا قاعد اشوف call them heretics لا هذه مي لين they called Lynn mother it's not just the cult it's قالوا لين الام Christians and something else خليني أجري أشوفها وين 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 ذا الحين أعمل إيه شوف هذاك جاي هذاك جاي قاعد يأشر عليه بال أنا قاعد أشوف زي كذا إذا أشر عليه بغطس حلو كذا ما راح يشوفني قاعد يكشف علي حلو 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 طيب أواصل أدخل من تحت يعني حلو ما انتبه لي ايش ذا ايش ذا اهرب اهرب يا ولد اهرب يا ولد قتلني يلا على العموم يا شباب هذا جزء بسيط من لعبة Outlast صراحة لاعب قبل يعني تقريبا نص ساعة إلى الآن ما جاني ذاك الرعب اللي يعني اللي أهلها أن تكون لعبة رعب بمعنى الكلمة مجرد دماء كذا وأشخاص مذبوحين وشيء زي كذا الجرافيكس أنا في ألعاب الرعب دائما أقولها ما يهمك كثير إذا كان الجرافيكس جيد كافي لأن أغلبها في الظلام وما راح تشوف تفاصيل كثيرة فالجرافيكس جيد ما راح أعطيه تقييم أقول جيد لعبة رعب يكفيها أن يكون الجرافيكس زي كذا لأنها في الظلام الحماس في اللعبة يعني صراحة مو ذاك الحماس إلى الآن من خلال نص ساعة ألعب قاعد ألعب اللعبة يعني المفروض تكون حتى يعني لعبة رعب تكون من البداية عنيفة هي كلها في الأخير قتل إذا مسكوك قتلوك
ما في تخويف، ما في أصوات، ما في شيء كذا، ما في أشباح، ما في أشكال مرعب، ما في وحوش، كلهم بشر في الأخير يذبحك إذا مسكك وانتهينا. فالحماس في اللعبة أعطيه 6/10، أو الرعب في اللعبة 6/10 هنقول بالأصح يعني. الجرافيكس جيد، الحماس أو الرعب في اللعبة 6/10. اللعبة بشكل عام صراحة، هل فعلا اللعبة فيها كمية رعب كبيرة؟ لا، إلى الآن نص ساعة، من خلال نص ساعة لعبتها ما في ذيك الكمية الكبيرة، وأتوقع حتى القادم راح يكون على نفس الشاكلة. فاللعبة بشكل عام أعطيها 6.5 واللي يحبون اللعبة عشان عيونه فأعطيها 7. هذا كل شيء، جو مسكوني دحين. أتمنى إذا عجبكم المقطع تعطوني لايك. حلو، خليه يقتلني بس يتني. يعني أتمنى إذا عجبكم المقطع تعطوني لايك، تسوون شير المقطع، تشتركوا في قناتي، وادعموا القناة، ادعموا القناة بالنشر في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. أكون شاكر لكم. كان معكم نينجا فورس، أترككم في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.